الأزمة التي تثار تتحدث بالإعلام طرفاها الأخوة السعوديون والأخوة الكويتيون، ما علاقة العراق بحقل الدرة؟ كيف أنت تقول، ما هي الدلائل على أن العراق شريكا بحقل الدرة أو له حصة في حقل الدرة؟ والبعض ذهب أبعد من هذا، قال الدرة عراقيا بالكامل. هسه أنا مع أي رواية بالدليل؟ أي رواية تصدق الآن؟ سأجيبك. أشقائنا الكويتيين اعتمدوا على خارطة كوشيرون الصادرة، طبعا كوشيرون هو كابتن نرويجي، كوشيرون آموت، استدعته وزارة النفط العراقية عام 59، فأنتج لهم خارطة. هذه الخارطة حدد بها مساحة العمل لإقامة ميناء البصرة البكر سابقا، هذا بالخمسينات، يعني بالضبط شهر كانون الأول عام 59. الرجل كمهندس أو هيدرولوجي من ينشئ خارطة كبحار أو يعمل في البحار وكمساحة، وهذا حالنا أن نترك محرمات مجاورة لمسافات معينة، وبالضبط كان مخلي محرم ميناء العمية وميناء البصرة 3 كيلومتر قطر دائرة و5 كيلومتر، هذه من ضمن الحدود العراقية، يعني من ضمن المياه العراقية. كوشيرون إذا سمحت لي، من أنتج هاي الخارطة عام 59 وتشلبوا بها، خلينا نسميها أو تمسكوا بها فريق العمل الأمم المتحدة اللي قرار 833، اعتمدوا هاي الخارطة كوثيقة على أساس محرجة للعراق أو ملزمة للعراق. نعم هذه الخارطة كانت صادرة عام 59، لكن صدر بعدها قرار اتفاقية البحار عام 82. اتفاقية البحار عام 82 ظلت غير مكتملة أو غير وافية أو شافية إلى أن دخلت حيز التطبيق عام 94. هنا اتفاقية البحار بين 82 يا دكتور جمال، اتفاقية البحار بال 82 والتي دخلت حيز التنفيذ بال 94 ألغت خارطة كوشيرون. يعني بمعنى صار تحديث طبعاً على ألغتها. صار تحديث على الخرائط وأودعت للأمم المتحدة. أحسنت. الاتفاقية اللي دخلت حيز التنفيذ بال 94 كان المفروض بالعراقيين أن يرفعون الحيف عنهم بمراسلة مجلس الأمن والأمم المتحدة ويقولوا لهم تطبيقات الاتفاقية لعام 82 اللي على غرارها وعلى غرار جنيف 58 أنتجت حدود للعراق بين العراق وبين الكويت بطرف واحد من قبل مجلس الأمن الذي لا توجد مادة قانونية أو مادة تلزم مجلس الأمن بترسيم الحدود، وهذه الإشكالية لن نتنازل عنها في العراق، نبقى نداعي بها. يا سيد الفاضل، لما دخلت حيز التنفيذ بال 94 أنا هسه المفروض أقول هذا القرار اكتسب الدرجة القطعية على كل دول العالم، فمن حق القرار اللي صدر قبل سنة أن يعاد النظر بي. طيب. من حقي أن أخذ وثائق الموجودة، بس هذه الجملة إذا سمحت، أخذ وثائق اللي اعتمدت على القرار 58. شنو الفرق بين 58 و82؟ بال 58 رسم أعطى للبحار بحر إقليمي ومنطقة متاخمة 24 ميل، لكن اتفاقية 82 للبحار ثم إقرارها بال 94 أعطى 3 مناطق. هنا العراق أصبح جزء من هذه المساحة. طيب. ومن حق المشاركة مع أشقاء الكويت ومع إيران طبعا بالدرجة الأولى، ثم السعودية التي ستكون. نعم. أعتقد. طيب. مناصرة وحكم، إحنا هذا اللي ندعو إليه. طيب.